فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم على وجه عام فيما هو من دينهم أو من خصائصهم، وأمر بمخالفتهم أمرا خاصا كالأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود، فكونه أمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود لا يدل على أن هذا يكفي في مخالفتهم، بل هذا مما يؤكد هذه الخصلة فقط، لأن هذه الخصلة داخلة في العموم. نعم، وجاء التأكيد عليها بخصوصها. نعم، فيكون ذلك متأكدا من ناحيتين، الناحية الأولى دخولها في العموم، والناحية الثانية تخصيصها من الشارع.